وأكيد طبعاً حضراتكم منتظرين وعايزين تعرفوا مين ضيف النهاردة. ضيف النهاردة بيقدم صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا أم الدنيا، بنشوفه كل يوم الصبح متألق على شاشة القناة الأولى في تقديم صباح الخير يا مصر. معايا المذيع المتألق الإعلامي الأستاذ مصطفى كفافي. اتفضل يا أستاذ مصطفى. صباح الفل يا شيف مغازي يا جميل. يا صباح الجمال. الجمال ده كله والأناقة والثقافة. ازيك حبيب قلبي؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ طيب. الله يخليك. اتفضل. صباح الفل عليك. منورني. إيه الجمال ده؟ أهلا وسهلا. إيه رأيك في المطبخ؟ أنا شايف بروتين وفيتامينات ومعادن و داخل على طول داخل على كارب. أيوة. واضح ان حضرتك عارف المحتوى الغذائي او الفيتامين اللي موجود في الاكل. اه طبعا لازم. له علاقه بالثقافه. طبعا طبعا طبعا. حلو. وكل لما تسافر وتشوف ثقافات تانية بتشوف. انا عارف ان حضرتك بحكم شغلك سافرت دول كتير. سافرت دول كتير جدا. هنستفيد من الغربه والسفر وتجارب السفر. أيوة. ولكن مش قبل السؤال اللي دايما بنساله لضيفنا اللي بيشرفنا وبينورنا في الاستوديو، احنا هنعمل ايه النهارده؟ والله طبعا انت بص قلت لي حاجات كتيره قبل ما نطلع عشان اغششك ما رضيتش. اي معايا لحمه ووالدة. أيوة. حضرتك في السعوديه بنوجه لها تحيه كبيره وربنا يخليها لك يعني. أيوة رب رجعها لنا بس رجعها مكه المكرمه. ربنا يخليك. ودعي لنا يا حاجه والنبي الله يرضى عليك يا رب. ادعي لنا في الايام المباركه الكريمه ديت. معانا لحم ضاني ومعانا ارنبيط. حلو. هقرب لك المسافات. ورز مصر. لحم ضاني وارنبيط ورز مصر وبتتقلب. انت عايز تعمل حاجه معينه ولا انت بتقول لي اقترح؟ انا حارب انا شايف اهو ايه حاجه هتحط فيها الارنبيط. مقلوبه انت بتتقلب تبقى مقلوبه يعني. المقلوبه دي اكله فلسطينيه. لا بص الاردنيين يقول لك بتاعتنا والفلسطينيين يقول لك بتاعتنا والسوريين يقول لك بتاعتنا. هي بتاعت اللي يعملها. صح. بتاعت الشيف المغازي. لا وكل واحد بيبقى ليه تركايه. فصاحب التركايه تسمى بالنجم بتاعه. حقيقي. معانا عجينة البلفية. هسهل لك الموضوع. جميل. وحليب وشوية مكسرات. جميل. ما انت قلت مقلوبة. احنا عملنا خلاص طلعنا بالمقلوبة. يا شباتت قبل زازة في. طيب عملنا معانا حليب. ايوه. خلي بالك هتعمل ام علي. اصدقائك واصحابك منتظرينك يعني. خلي بالك انا باكل. أيوه. مش بطبخ. معانا بلفي. ايوه. ومعانا حليب. حلو. وشوية مكسرات وسكر وفانيليا. وهي تسمى على اسم احد من اولادها يعني ام علي. ايوه كده بقى. شوف سعيد يعني. لا دي صعبه. طيب. دي ما فيهاش حاجه. طيب بقى. بطاطس دي مش هتعرفها حتى لو مسكت النجفه زي ما بقول. أيوة. معانا بطاطس. بطاطا حاره حلوه قوي. دي بتتعمل كذا طريقه. انا بس حابب اعملها النهارده بطعم مختلف. اسمها بطاطا حاره بالكزبريه يعني. دي اكله لبنانيه سوريه بقى لها طعم كده. بتاخد دبس الرمان وكزبره خضراء والتومه حاجه كده بتودينا من سكه تانية. والله. وعنا معانا البوريك. البوريك في رمضان بيحل مكان السمبوسه. فهنعمله بعجينه الجلاش النهارده والجبنه القريش. يعني هنزور الريف المصري والصعيد المصري وحلاوه الجبنه القريش وطعم الجبنه القريش لما تتعمل بوريك. صحيح. مع بصل اخضر وبيض. طبعا انت تهت معايا. لا انا تهت طبعا. انت أيوة بس. خلينا في الايه. لا انا على قد يعني. أيوة. بص يا شيف مغازي انا مش انا عارف والله. بس انا عايز اخرجك من جو المطبخ يعني تبقى انت كمذيع شاطر اعرف من حضرتك ثقافتك وتجربتك في السفر والغربه يعني. يلا بينا. رمضان في مصر حاجه تانية. ده اول سؤال هساله لك لانك انت سافرت كتير. ايوه. ومختلف طبعا بالنسبه للاستاذ مصطفى بقى. رمضان بره ايه وبالنسبه لحضرتك ايه تفاصيله يعني؟ انا شفت رمضان في فلسطين. انا أيوة. كنت مراسل للنيل الاخبار في الاراضي الفلسطينيه المحتله. حلو. مطبخهم قريب جدا طبعا من مطبخنا بس طبعا في اختلافات. حلو. يعني عندك مثلا الشاورما الفلسطيني مميزه جدا غير عندنا. حلو. وانا سافرت لبنان مميزه عن لبنان. يعني الشاورما السوري غير الفلسطيني غير اللبناني. نقول مش يعني مش تميز. نقول هي كل بلد بتختلف طبعا. يعني انا بشوف الشاورما المصريه مفيش احلى منها. اروح على سوريا طعمها طعم سوري الفلسطيني وهكذا. صح. حلو. اتفضل. الفطار عندهم جميل قوي. الفطار طبعا جميل ده اساسي. يعني هو باللبناني بيسموه الترويقه. هم ترويقه. هو ترويقه فعلا. لازم تلاقي عليها جات الخضره. بيحطوا نعناع. نعناع والرجله اللي هي البقله. وطبعا الهندبه اللي هو السيريز بتاعنا. وسبحان الله لما تحط نعناع وتحط بصل مفيش اي ريحه للبصل. طبعا دي حاجه برضو مش موجوده عندنا. احنا عندنا الفول دايما بيعمل لنا مشاكل في الهضم. كمصريين فلسفيا يعني. تحط عليه شويه كمون وشويه نعناع راحت المشاكل. حلو. وبعدين هناك مش فول يا شيخ مغازي. هم بيحطوا حمص. فالحمص حاجه تانية خالص. والتوم ني على الفول
جميل جمال. إيه وبعدين بيبقى فاتح ليه؟ ده برضو سؤال مش عارف. يعني لون الفوله فاتح عشان التسويه مختلفه شويه، صح؟ ايوه. الفول بيستوي طبعا على نار هاديه ويتدمس. فانا يمكن شرفت ان انا يعني لما رحت فلسطين شفت شويه اكلات كده مختلفه. المغرب العربي رحت فيه كذا دوله. المغرب مطبخ تاني خالص طبعا. يعني انت عندك شوربه الحريره، عندك ما عندهمش رز هناك، وشوربه الحريره فيها كل البقوليات، فيها الحمص، فيها الرز، فيها العدس. دي وجبه جميلة. وجبه كل حاجه فيها. انت عارف هي بتفكرني بالكشري. يعني بحس ان هي فيها يعني مش يعني نفس الكومبوننتس ونفس المكونات. بس هما حاجات كتير في بعض. ما لهمش علاقه ببعض، بس في نفس الوقت في حته بروتين بيبقى فيها شويه لحمه كده. ايوه بيبقى يعني المكون بتاعها كتير، وخاصة العدس بتاعنا الأصفر لما يتحط لها مع الحمص مع الرز مع الكزبرة في الآخر.